النهارده حبيت ان انا اعمل لكم مقارنه بين اشهر نوعين سان بلوك، اللي هو النوع بتاع كولاجرا والنوع الثاني اللي هو بتاع ديرماكتيف. انا بالنسبه لي لما باجي ادور على اي نوع سان بلوك بيبقى اهم حاجه بالنسبه لي هو الحمايه بتاعته. طبعا يبقى حلو جدا لو يكون فيه كل المميزات، لو يكون فيه الحمايه بتاعته كويسه، الامتصاص بتاعه يكون كويس، والقوام بتاعه برده يكون خفيف. فالمقارنه بتاعه النهارده ديت بقى اللي بتهدف اللي احنا هنشوف انهي واحد في دولت فيه كل المميزات، نتكلم فيه على القوام بتاع النوعين والامتصاص بتاع النوعين وفي نفس الوقت الحماية برضو بتاعت النوعين. بالنسبة لكولاجرا هنتكلم اول حاجة على القوام بتاعه. ده القوام بتاع كولاجرا، هو كريم جيل او جيل كريم، القوام بتاعه خفيف جدا. حطلكوا في الايد التانية برضو ديرماكتيف، ده النوع هو ده بتاع كولاجرا ودوت اللي هو بتاع ديرماكتيف. ده التوزيع بتاعه، بصوا بتاع كولاجرا انا ما دمجتوش جامد، مجرد ما كده بصوا خفيف خالص ازاي. ده بتاع ديرماكتيف دمج خفيف برضو، زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه تقيل. دوت اللي هو كولاجرا جيل كريم، دوت اللي هو بتاع ديرماكتيف مش جيل، لا هو كريم، كريم ملمسه تقيل جدا، دمج بتاعه بيكون صعب، صعب جدا، يعني بتقعدي اللي انت تدمجي فيه وتوزعيه كده لغايه لما يتوزع. كولاجرا مجرد وزعته على خفيف اتوزع على طول، بصوا شايفين دوت اللي هو بتاع ديرماكتيف ياخد وقت عقبال ما بيتوزع. اساسا بعد التوزيع الابيض دوت كله ما بيبقاش ظاهر، وهو مجرد ما البشره تتشربه ما بيكونش فيه اي لون ابيض من اللون دوت. ده ديرماكتيف لما اندمج. كولاجرا يعني يا دوب الدمج بسيط خالص، كولاجرا البشره امتصته على طول، دمج على طول على البشره، الاثنين ما بيدوش اي ملمس ابيض او اي لون ابيض على البشره. القوام بتاع ديرماكتيف تقيل جدا، دمجه صعب جدا، القوام بتاع كولاجرا خفيف جدا، هو جيل كريم، البشره بتمتصه على طول، بيندمج على طول على البشره. كولاجرا مجرد ما البشره بتمتصه ما بيسيبش اي اثر دهني على البشره او اي ملمس دهني على البشره، يا دوبت بس بيدي زي لمعه جلو كده خفيفه. بالنسبه لديرماكتيف البشره برده بتمتصه على طول وبيسيب برده زي لمعه على البشره خفيفه، لكن ديرماكتيف مجرد ما البشره تمتصه وكده لما بتيجي بقى بتلمسي بشرتك بيكون فيه زي تلزيقه كده، زي ما يكون بتحطي صمغه على بشرتك، ده تقريبا اقرب تشبيه ليه، يكون فيه زي تلزيقه كده او دهنه. ده بالنسبه للقوام بتاع الاثنين. بالنسبه بقى للاثنين، الاثنين اس بي اف بلس 50، ان الحمايه بتاعتهم كويسه جدا، انا مجرباهم واختي برده اللي بتنزل الجامعه مجرباهم، فالحمايه بتاعتهم كويسه جدا، ودي طبعا اهم حاجه بالنسبه لي في الصن بلوك هي الحمايه. بس زي ما قلت لكم بما اني بعمل النهارده مقارنه فهنتكلم على اكتر واحد في كل المميزات. كده اتكلمنا على القوام والامتصاص والملمس بتاع الاثنين، اتكلمنا برضو على الحمايه. في حاجه برضو نسيت اقولها لكم، الاثنين للبشرات الدهنيه او المختلطه اللي هي بالدهن. بالنسبه لكولاجرا ده مكتوب عليه ان هو ووتر ريزيستنت، يعني مقاوم للميه، يعني لما تروحي مثلا مصيف وعايزه تنزلي البحر وتحطي الصن بلوك فده هيكون مقاوم للميه اللي هو كولاجرا. بالنسبه لديرماكتيف هو مش مكتوب عليه ان هو ووتر ريزيستنت، هو مقاوم للميه مش مكتوب عليه. الحجم بتاع النوعين دوت حجمه 50 مللي وده برضو حجمه 50 مللي. بالنسبه للسعر بتاع الاثنين انا مش فاكره السعر دلوقتي قوي بس هكتبه لكم على الشاشه. احنا بقى في نهايه المقارنه فهنطلع انهي واحد فيهم فيه كل المميزات. بالنسبه للنوع اللي كان فيه كل المميزات اللي هو امتصاصه كويس، القوام بتاعه كويس، الحمايه بتاعته كويسه، مش بيدهنن، في نفس الوقت برضو الملمس بتاعه خفيف، فالنوع اللي هو كان فيه كل المميزات واللي هو يكسب في المقارنه بتاعت النهارده هو بتاع كولاجرا، اللي هو ده اللي هو اللي مرسوم عليه خط اخضر في النص عشان كولاجرا منزله كذا نوع، انا ما جربتش الانواع الثانيه، انا مجربه النوع ده. بس مش معنى كده ان ديرماكتيف وحش، لا ديرماكتيف الحمايه بتاعته ممتازه بس ما فيهوش كل المميزات اللي موجوده في صن بلوك كولاجرا. القوام بتاعه تقيل جدا والامتصاص بتاعه صعب شويه، وغير لما بتعملي كمان مجهود بيه فبيدهنن اكتر كمان وبيكون ملزق اكتر على البشره، التوزيع بتاعه صعب جدا، لكن الحمايه بتاعته ممتازه. بس كده حبيت ان انا اعمل لكم مقارنه بين النوع دولت لان دولت اشهر انواع انا جربتها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله انا واميره. مع السلامه.